تعرف بحضرتك؟ صلاح الغزاوي. اهلا بك يا استاذه. احنا شايفين قدامنا مثال حي للاصرار والعزيمه والتحدي. كلمينا عن تجربتك مع مرض سرطان الثدي. والله الحمد لله، يعني مش هقدر اقول انها تجربه صعبه، لان الحمد لله هي المفاجاه بس اللي كانت الصدمه الاولى يعني. بس الحمد لله بمجرد ما عرفت وبدات العلاج حسيت ان كل حاجه ماشيه الحمد لله طبيعي، وان يعني كنت فاكره ان الموضوع هيبقى اصعب من كده، اني اول ما شكلي يبدا يتغير ان انا هنعزل، هحبس نفسي، ان انا مش هقدر استحمل حاجه زي دي. بس لقيت الحمد لله لا، ان الموضوع لو الواحد خده ببساطه ورضا، طبعا اهم حاجه ان الموضوع الحمد لله يعني بيبقى بسيط الحمد لله، ويبقى بس الواحد حابب الحياه وعنده يعني اصرار ان هو عايز يعيش. بس عشتي مراحل المرض ازاي؟ والله الحمد لله ناس كتير دعمتني، طبعا اولهم بناتي في البيت، وبعدين عن طريق الصدفه تعرفت على النت على جمعيه اسمها الجمعيه المصريه لدعم مرضى سرطان كانسر سيرفايفر، وصديقاتي طبعا كلهم مروا بنفس التجارب، وفي اصعب من التجربه دي كمان بكتير جدا يعني. فالحمد لله كلهم بيدعموني، فبالعكس مش هقدر اقول طب ما حدش اكيد بيفرح في المرض يعني، بس الموضوع فرق معايا بشكل ايجابي جدا الحمد لله. كلميني عن شعورك اول مره اخدت فيها جرعه كيماوي، وعن احساسك دلوقتي بعد ما اخدت فتره مع المرض. والله هي يعني اصعب حاجه في الموضوع ده هو العلاج الكيماوي، لان الواحد بيفضل في حاجات غريبه بتحصل في الجسم، يعني الحراره المفاجاه، سوري يعني الاحساس بالغثيان والحاجات دي. بس الحمد لله يعني مع الراحه طبعا، وفي بيدوني طبعا علاجات وحاجات كده بتهدي المواضيع دي شويه. بس اكيد طبعا كنت خايفه، يعني الكلمه نفسها زي ما هم قالوا ان الواحد من كتر ما بيسمع، لان انا عمري ما عصرت او شفت حد في حياتي مر بالتجربه دي، فما كنتش قادره افهم يعني هم بيمروا بايه. بس فطبعا كنت خايفة جدا، فاكرة ان انا بقى، لان انا من الناس اللي ممكن لو نمت في السرير ممكن اموت، يعني ما اقدرش اتخيل حاجة زي دي. فكنت فاكرة ان انا هيحصل لي كده، بس لقيت نفسي لا الحمد لله، حتى لو تعب بتعب مثلا يوم الجلسة تاني يوم، بس بعد كده لا بقدر اعمل اي امارس حياتي الطبيعية، طبعا مش الطبيعية قوي، بس يعني الحمد لله اني ممكن عادي تقفي على رجليك وتعملي كل حاجه، دي اهم حاجه الحمد لله. احنا شايفينك جميله وزي القمر ومثال فخر لاي سيده على دورك وعلى عطائك. ميرسي يا حبيبتي، عيونك سعاده بوجودك معانا بوابه اخبار. والله انا اسعد، ميرسي، شكرا ليك.